بكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. استاد مدينه الملك فهد الرياضيه بمدينه الطائف في وضعيه غليان بركان، الاجواء هستيريه بحضور عملاقي العاصمه الرياض، الهلال والنصر في دربي من نار في نهائي كاس الملك سلمان للانديه العربيه الابطال لعام 2023. ميتشاير ما يعديش عنوان الزعيم الهلالي، قلت لكم مشاهدينا الكرام، نذكر انه على مستوى النهائيات الفريقان التقيا في 13 دور نهائي، 7 مرات فاز بها النصر و6 مرات للهلال. هذه كرة سالم الدوسري يعدي، وين الكرة بعيدة، سالم يسلم منه دفاع النصر، دفاع الهلال. سلطان الغنام، مارتشيلو برازافيتش، ساديو ماني خطير لما ياتي من بعيد، أليكسيس في المساعدة، يعدي يوزع، مازال تيس رائعة منه ويضيع توازنه، أليكسيس اللي طالب بمخالفة، الرأي والتماس يعود لنادي النصر. أجواء استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والعنان رونالدو، كرة ما بين برازافيتش وأليكسيس، البحث على أندرسون تاريسكا ورونالدو، كرة بالراس، نواس، التسويب من سيكو فوفانا. ديربي الأحلام، أليكسيس طويلة لساديو ماني بعيدا لرونالدو، يعود محمد العويس لعكس الهجوم، العمري لرونالدو، رونالدو العالمي، هذه كرة برازافيتش بالراس، والعويس يتألق من أصعب الكرات لما تحت بكذا لاعبين لفريق الهلال. رونالدو الجدار يصد ويرد، غنم يوزع، رونالدو بالراس، رونالدو بالراس، والحارة أليكسيس، يتقدم العمري، عالية الكرة بالراس، روبن نيفيز ترجع لبرازافيتش، كرة خطيرة، رونالدو بالراس لكن خارج الإطار، متعطشة للنقل، سيكو فوفانا، غريبة، رونالدو وحده كان في القائم الثاني، والعويص على الخط النهائي، ولو أن هنالك راية. عند ضربة بداية الشوط الثاني. أما الآن أعود بالصورة والصوت للزميل العزيز عبد العزيز البكر. إذا الرضوى الجهد المغربية في ضربة البداية. يوزع كرة جول، كرة جول، ميشيل ديلجادو، الهلال بنوره يسجل حضوره ويسعد جمهوره. الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو وحده وحده، الزعيم الازرق ما اجمل لونه وما اقوى جنونه، هذا هو الهلال، حارق وهاج وفتاك ديلجادو، كاس الشيزوفيتش او أليكسيس على طول لعويس حارس الامان، رائع في الميدان، ركنية، كرة كانت في 90، تاريسكا أو رونالدو، قوية، قنبلة قوية
من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس أندرسون تاليسكا العويس، بطل الدور النهائي العويس، مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا فاينل بكل تأكيد. غنامي وسع رونالدو مالكوم مالكوم ويدخل العمري، وقد تكون الورقة الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء، والحكم رضوان جيد ياسر وصابيتش، والكرة بعيدة، ضربة مرمى ناعف، كرة رونالدو، جول 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 رونالدو، كريستيانو يعود بالنصر، أهو النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكرة، هو رونالدو يعود للنتيجة لفريق النصر. على كرة من ريبان ميسا، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفنون؟ الهلال يكسب ضربة جزاء، رضوان جيد أمامنا، انطلاقة الكرة لسافيتش، ميلانكوفيتش الآن، رونالدو، هنالك راية، هنالك راية، أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية، رونالدو لا يهدأ له بال، هذه هي قيمة وهمة الرجال. ريفيس عالية، مالكوم مالكوم مالكوم، والدفاع الدفاع النصراوي يمضي ولا يبالي، كرة خطيرة من البرازيلي رونالدو لا يهدأ له بال، هذه هي قيمة وهمة الرجال. ريفيس عالية، مالكوم مالكوم مالكوم، والدفاع الدفاع النصراوي يمضي ولا يبالي، كرة خطيرة من البرازيلي مالكوم، حسن كرة خطيرة، كمان الشباك بطريقة عالمية أمام رونالدو، هذه الإعادة، كونان أو غريب حذر الربلي، كونان يضيع سيكو No.
النصر بهدفين من جديد لنار الطائف. أكيد ستتواصل الأفراح للنصراويين.